جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما المقصود بالعصبة في الميراث؟ العصبة في الميراث هم كل وارث ليس من أصحاب الفروض. وقال بعض الفرضيين: العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، إن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط ولم يكن له حق. هذا هو العاصب، قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا هو العاصب، هو الذي يرث بلا تقدير، وهو خلاف صاحب الفرض، لأن صاحب الفرض يرث بتقدير قدره الله سبحانه وتعالى، النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وهي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل.